شباب شباب اخبرتكم من المستشارات خدعونا، كان يجب ان نرحل. اردت المغادرة ايضا، لكن اسماعيل وتيمور ارادوا البقاء ويشاهدون الفيلم لانهم يحبون البوب كورن. كان هذا رائعا، حصلت على البوب كورن المفضل لدي بالجبن. اها، وبوب كورن الكراميل كان لذيذا. اسماعيل توقف، سئمت من البوب كورن. شباب يمكن ان نتدرب اليوم، الجو حار، اتنفس بصعوبة. شباب تخيلوا ان جاءت المستشارات اليوم وقالت ان طاولتهم مكسورة. لا لا لا، حتما ان اذهب. لا حسنا، كما تريد، انا غالبا ساذهب. يبدو ان الفتيات رائعات ونحن ايضا، وايضا هم يلعبون شطرنج. الاولاد الخيار، الخيار. عندما يعلم الاولاد بالخبر سيصابون بالذهول. اتساءل الى متى اسماعيل وتيمور سيقاومون. فراولات. اذا هل اخبركم عن تيمور لاحقا؟ ماذا تريدون فتيات؟ حتما لا نريد التحدث معكم، قطعا لا. الآن تقبلون هدايا بوني صحيح؟ صديقات لولو وليلي، لا تنسوا من أنتم ومن أين. تذكروا يمكننا إنعاش ذاكرتكم في المخيم بأكمله ونضع إعلانا ضخما هكذا. سترون. جيجي أغلقي أذنيك. تبا، لا تتجرؤوا. بوني صديقاتنا ولا أحد سيصدقكم. الآن ارحلوا. جيجي افتحي أذنيك وهيا أخبرينا عن تيمور. حسنا، نحن حذرناكم. نحن مسابقة الغد، يبدو أننا سنحصل على كل النقاط. لسنا مهتمات. أوه فتيات، فراولات، عودوا. معلم مايك، أخبرنا بسرية. برتقالات، هل أنتم فاشلات أمارة؟ اعترفوا. سنرى بخصوص هذا. معلم مايك، أخبرنا. فتيات، غدا ستكون مسابقة رائعة، ستطبخون فطيرة. إذن عليكم أن تشتروا المكونات مسبقا، المستشارات سيعطوكم مكونات سيئة وفظيعة. شكرا معلم مايك، سنهزم الجميع لنصنع فطيرة الشوكولاتة. المستشارات سيجنون. لم أخبركم بأي شيء، يجب أن أتصل بهاري. أرسل سلاما لهاري معلم مايك.